ازيكم يا جماعه؟ حفل اطلاق الهيونداي البيون، ورايا واحده حمراء اهي، تعالوا نتفرج عليها. حابب بس افكركم ان نون عامله تخفيضات بمناسبه اخر السنه، تخلص يوم 1 يناير. وانا شخصيا عاجبني التلفزيون ده قوي، سعره نازل هايل، وكمان طبعا ممكن تدخلوا الكود بتاعي امكار عشان تاخدوا تخفيض اضافي. ما تنسوش تستخدموا الاكواد اللي بتديلكم التخفيضات، امكار نون 20 نون 21 نون 22. وادي منظر العربيه عامله زي الكونه، والانوار اللي من فوق دي هي الداي تايم راننج لايتس، والانوار الرئيسيه هي اللي من تحت. فيها ما بين الكونه والتوسان اختها هناك الكبيره، دي مبنيه بالظبط على قاعده بناء الاي 20 بنفس الموتور بكل حاجه، مفيش اي فرق. والانوار الرئيسيه ال اي دي اهي واضح، ودي تو تون بنفس حتى المرايه بتاعت الاي 20، ونفس الابعاد تقريبا برضه زي الاي 20 بس كروس اوفر مرفوعه، وسحبتها حلوه برضه، والخط حاد جدا زي كل تصميمات هيونداي مؤخرا، خطوطها حاده جدا جدا، يعني برضه فيها تصميم يكفي عربيتين كمان بالظبط زي التوسان كده. من الظهر زي ما انتوا شايفين برضه شكلها روش، هي بتخاطب الشباب يعني. كومباكت كروس اوفر او سب كومباكت، الحقيقه هي مش كومباكت، هي سب كومباكت. والازاز الحته دي جامده جدا، حته سودا وحته من الازاز، وده مش لايت بار، ده عاكس، انا مش شايف فيه انوار، لكن الانوار الرئيسيه هي اللي من الجنب. برضو خطوط وكسر جامده جدا جدا. والفرش قماش طبعا، قماش 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 قماش، بس برضو في نفس الكسر اللي في التصميم، واخدين بالكم؟ الخطوط الحاده جدا. وبرضو الشاشه هنا ديجيتال كلها، وجنبها الشاشه كبيره هنا وملضومه برضو. نقل الحركه 6 سرعات، والتكييف من هنا. وده المنظر اللي قدام السواق بالظبط، نفس عجلة القيادة بالحرف زي ما قلنا، وشايلين منها الكروم، في مثبت سرعة، والمانيوز برضو كل حاجة من الشمال واليمين، والرد على التليفون، والشاشة كومبليت ديجيتال برضو حاجة كويسة قوي، ونفس المانيو ايتمز من فوق وتنزل في كل واحدة زي بقية الأنظمة بتاعتهم. هولد اوكي، المفتاح مش في العربية، معترضة قوي طبعا. والاتنشن ليفل برضو دي كويسة، الوارنينج. وهنا نظام الترفيه بتاع هيونداي اللي احنا متعودين عليه، اللي غالبا فيه ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقى على طول فيهم. ودي المانيوز كلها، لذيذ وسهل. تعالوا اوريكم كاميرا الرجوع، مش عارف ازاي بس برضو هحاول اجيبها لكم. وادي كاميرا الرجوع بعد الشاشه كلها بس نقاء متوسط طبعا. بعمل لكم ريفيو وسط الناس كلها، احساس غريب جدا، حاسس انا بعمل حاجه غلط معرفش ليه. اوكي، مساحه الرجلين كويسه مش وحشه ابدا، بصوا. والكرسي عالي برضه، اقدر ادخل رجلي تحته عادي خالص، فمساحة الرجلين كويسة. والكرسي ده بتاع السواق انا ظبطه على وضعي. طبعا في الظهر مفيش فتحة تكييف، في مخرج USB. عندي الكونسول الوسطاني بتاع الانارة، وده الكونسول الرئيسي، وبرضه مفيش فتحة سقف، فالانوار كمان هنا عادية. وده المنظر الاجمالي بتاع العربية، الشاشتين الديجيتال الكبار، ولكن طبعا المواد كلها هنا واضح انها بلاستيك، والكونسول الوسطاني برضو فيه البلاستيك طاغي، ولكن مكملين بنفس الاسلوب بالظبط، اللي هي فتحات التكييف على صف واحد، ومدين لها الاستمرارية بالظبط زي ما بقينا بنشوف في عربياتهم وعربيات كتيرة قوي قوي قوي. وبرضو واخدين بالكم الخطوط مكملة لغاية فتحة التكييف اللي في الاخر. ولكن اكتر حاجة عجباني ان الشاشتين ديجيتال جنب بعض وملضومين باسلوبهم الجديد، فشكلها عصري جدا. البيبان كلها بلاستيك طبعا واضح قوي، حتى المسند بتاع الدراع، ولكن المقبض بتاع الباب معمول بالجراي الغامق، شكله حلو لكن برضو كل حاجة حواليه بلاستيك.
ونفس الخطوط مكملة من تحت. مساحة التخزين هنا تاخد ازازة صغيرة عشان الحتة دي اللي فوق عيقاها. طيب نوريكم الشنطة برضو. الشنطة هنا 411 لتر، وزي ما انتوا شايفين وريتكم قبل كده الرف ده بيتشال خالص وكده نزل للمستوى الأسفل اللي هو اللي تحت، وكمان الرف ده واخدين بالكم بيتخزن، يعني حلوة فيها فانكشناليتي حلوة ان الرف ده اللي بيغطي المحتويات يقدر يخش في الخانة بتاعته، وكمان الرف التحتاني يتني في حتتين وينزل لتحت يديلك المساحة الأكبر. لذيذة يعني، ويرجع مكانه تاني من كل ناحية. و411 لتر دي شنطة كبيرة على فئتها، على انها ساب كومباكت، ده يعني مساحة كبيرة تمام، فده فرق جوهري ما بينها وما بين الاي 20 طبعا. والجنط هنا 205 55 17. تعالوا نشوف بقية الالوان الموجودة. الازرق شكله حلو برضو تو تون، وتهيألي اللون ده يسموه تيل مش كده؟ أنا ما بفهمش أوي في الألوان، بس يعني برضو في حركات في الشبكة من قدام، وفبر من تحت، وكروم مطفي، والشبكة نفسها بتلمع بالأسود، فيها فتحات حقيقية اللي تحت الأنوار الرئيسية دول حقيقيين، والداي تايم رانينج لايتس الأنوار النهارية من فوق. وده الموتور ال 1400 اللي بيولد 100 حصان بالظبط زي اللي في الاي 20 بالظبط، على نفس المنظومه بنفس نقل الحركه. تعليق العربيه طبعا ماكفيرسون امامي ومتصل كابل توشن بار ورا. اوكي تعديل اللون، ما طلعش اسمه تيل، اسمه مانجروفي جرين على الشجره، حلو برضو بالتو تون. ان الانتري ليفل which is العربيه السبيريت بينزل فيها كل عامل الامان المتوقعه من دول ارباج، من الاي اس، من اي اس بي تارك. وده اللون المانجروفي جرين، وهو بره دي بيسموها البريس كار يعني، او البريس كولر، ده اللون اللي هو بيكوميونيكيتو بيه العربيه الجديده البايون. لون روش مفيش شك، واللي جنبها الحمراء غالبا الحمراء ألذ، او يمكن لو في فضي، بس في الاناره الخارجيه الدنيا ألذ قوي. نلف كمان لفة حوالين العربية. بالأنوار الـ LEDs برضو. والتو تون. والظهر المؤثر جدا مكسور على حتتين، وكل خطوط حاده زي كل تصميمات هيونداي مؤخرا. الجنط نفسه برضو شكله حلو، بس اربع مسامير زي ما انتم شايفين. اوكي برضو من اول الفئه الثانيه للرابعه كلهم بينزلوا بالتو تون، اول فئه اللي بتنزل من غير السقف الملون. طيب الاسعار بتبتدي من 299، واللي انا قاعد فيها اللي انا صورتها لكم من بره اللي هي المانجروفي جرين ب 365,000. من اول الفئه الثانيه فيها 6 اير باجز، اول فئه فيها 2 اير باجز لكن هم طرحينها باربع فئات. من اول الفئه الثانيه والثالثه والرابعه فيهم الست اير باجز، والثبات الالكتروني موجود في الكل. لكن اللي انا قاعد فيها طبعا ال 365,000 دي فيها حاجات كتيره، بس طبعا السعر غالي شويه، كانت تنزل لها 20,000 مثلا كانت ظبطت اكتر. طيب يا جماعه هسوق العربيه حته صغيره كده في وصل الدهشور وادي لكم الانطباع. طبعا اول حاجه العربيه اعلى من الاي 20 بحبه حلوه، ارتفاعها من الارض 16.7، فارتفاعها كويس يعني من الارض، فمريحه في الحته دي في المطبات والشوارع المكسره. تعالوا راجع لكم الاسعار والمواصفات بسرعه جدا. اوكي العربيه دي اللي انا فيها ثمنها 365,000، دي اللي بيسموها الالتيميت اللي هي الغاليه تمام. والموتور اللي هو نفس اللي شفناه في الاي 20 ال 100 حصان، التنفس الطبيعي الاربع اسطوانات، وبيولد
134 نيوتن متر، واصل عناء الحركة بتاع هيونداي الاعتمادي جدا الست سرعات، موتور تنفس طبيعي وارقامه متواضعة بس بيضمن على الاقل الحاجة اللي هي الاعتمادية. طيب معيش بقية الكاميرات عشان انا الايفنت ده ما كنتش جاهز للتصوير، بس انا مجرد بديلكم كده انطباع للعربية. العربية اللي انا فيها دي اللي انتوا سامعينها، الصفارة اللي انتوا سامعينها ده التنبيه من الخروج من الحارة، وهي كمان بترجع لان العربية دي فيها lane departure warning اللي هو التنبيه من الخروج من الحارة، ولين كيب اللي هي ترجعك في الحارة بعجلة القيادة، وكمان فيها بلايند سبوت ومقياس ضغط الهواء، والشاشة الكلاستر الكبيرة العشرة بوصة الديجيتال اللي قدام السواق اللي وريتها لكم واحنا جوه، وانا بحبهم قوي لان نقائهم عالي جدا ونفس النقاء بالظبط اللي موجود في التوسان. ونقل الحركة ست سرعات بتاعهم كويس جدا، تعالوا نجرب شوية. وحاليا انا محافظ على الحارة فهي مش متضايقة مني خالص، وحتة البلايند سبوت اسيست دي حلوة، ونفس الشكل قريب جدا، يعني ممكن تفكروا فيها على انها اي 20 مرفوعة، واحنا في اللون بتاع المانجروفي جرين اللي هو اللون اللي بيسموها البريس كار يعني. ونفس المرايات بالظبط اللي انا كان عندي تعليق عليها، لذيذ انها بتعدي الهواء حلو من حواليها فبتقلل في تخفيض الضوضاء عامة كلها في العربية. كاوتش العربية دي 17 بروفايل معقول، ما هوش رياضي قوي، ومجرد ما بطلع من الحارة لازم عشان تفهم بقى ان انا عايز انقل الحارة اروح مديلها اشارة، واول لما اديلها اشارة بتحترم رغباتي في ان انا عايز اخش الحارة التانية. سويتها لذيذة زي الاي 20 وفراملها برضو، فراملهم كويسة، خدوا بالكم ديسكات امامي وخلفي فيعني فراملها كويسة، والفرق الجوهري بينها وما بين الاي 20 يمكن المساحات والاستخدام اليومي، يعني اللي بيسموه البراكتيكاليتي. ليه؟ لانه الشنطة زي ما وريتها لكم 411 وفيها الرف الثاني وفيها امكانية تخزين الرف الفوقاني، فدي برضو لذيذة جدا. وطبعا ارتفاع الراس اعلى شوية باعتبار انها كلها على بعض، البادي كله اعلى فلذيذ. وسوقتها سهلة بعجلة القيادة الكهرباء بتاعت المجموعة اللي انا دايما بيبقى عندي التعليق انها بتتقل باسلوب لذيذ، ما بتتقلش مفاجئ يعني، ولذيذ. وطبعا مفروض الاهم حاجة فيها العربية دي انها تبقى ايه، تبقى اقتصادية في الاستهلاك، والموتور ال 1400 استهلاكه مش هيبقى وحش اكيد، بالذات لو انت سوقته بهدوء وان هو في نقل الحركة الست سرعات. طبعا ده كله كلام مبدئي، انا بس بديلكم طعم للعربيه من حفل الافتتاح بتاعها. قريب جدا هصور لكم العربيه من جوه بالتفصيل، وكمان بعدها هيبقى في عربيه مترخصه نقضي معاها وقت في التست درايف المطول ده، مجرد كده ايه زي ما بيقولوا استطعام للمنتج مش اكتر، عارفين اللي هي المقبلات الصغيره اللي بتاكلها زي كده، ادالك ابيتايزر بس لذيذه. طبعا اللون المانجروفي جرين، انتوا عارفين انا في الالوان العربيات الالوان عامه انا عندي ابيض يا اسود يا رمادي، يعني التفريق عندي مش كبير قوي. اللون اللي عجبني اللي كان عجبني في الاي 20 جدا هو الابيض، الالوان الفاتحه، لانها برضو زي ما انتوا عارفين الاربع فئات اللي هي نازله بيها اللي هي واخرهم الالتيميت، من اول الفئه الثانيه والثالثه والرابعه نازله بالسقف التو تون، فدي حلو قوي. فالتو تون بيبقى محتاج لون فاتح ابيض فضي، ده رايي يعني. انا كانت عجباني جدا الاي 20 في الحته دي لانها كانت الكونتراست باين مع المرايات السوداء والسقف، والناس كانت عماله بتبص على العربيه بس يعني طول السكه. ودي برضو على فكره فيها نفس التاثير، انتوا عارفين يونداي انا كنت قلت لكم قبل كده في التوسون بالذات، يعني التصميم بتاع التوسون الخارجي يكفي ثلاث عربيات كمان، يعني اوفر ديزاين لدرجه ان ممكن في ثلاث عربيات تاخد من الخطوط وتطلع عربيتين كمان. هنا فيها نفس الخطوط برضو الحادة اللي هيونداي بقى لها فترة محافظة عليها في كل عربياتها، وبرضو نفس الكسرات مع المنظر الأحدث شوية اللي هو الـ Daytime Running Light زي ما شفتوا من فوق، واللي هو شبيه شوية بالكونا، شبيه شوية بالعربيات الجديدة بتاعتهم، يمكن أكتر حاجة شبيهة بيها هي كونا مع الشبكة الأمامية اللي عاملة برضو زي التوسان لحد كبير، يعني في تأثير من كل العربيات. ولكن الميزة في التصميم بتاعتهم كلهم، التصميمات كلها بتاعتهم، إنها دايما بتحافظ بقت على الهويه، خلاص راحت الايام اللي كانت زمان ما تعرفش ان دي هيونداي، دلوقتي العربيات هويتها واضحه جدا،
لانه هيونداي بتحاول دايما تعلي من شانها وتبقى في حته المنافسه مع فولكس فاجن وعايزه تنافس معاها بشده وتبقى ليها يعني دور ونفس القوه تقريبا. ولحد كبير هم ناجحين، انا بحب عربياتهم مجملا، معمولين كويس، وده رايي من زمان في عربياتهم ان هم متهندسين كويس. مش هتاخد اداء من العربيه دي لان المقابل الموتور الثاني كان ال1000 سي سي. لو فاكرين لما كنت بكلمكم على البايون اول لما نزلت قلت لكم طب هتنزل باني موتور، يا ريت ما يبقاش اللي هو ال1000 سي سي الثلاث اسطوانات التوربو، لانه يعني مع البنزين وزي ما شرحت لكم المواتير الاصغر بتبقى محتاجه اوكتين انضف، واحنا الايام دي بنعاني من الاوكتين. فده موتور انسى. وضع القياده ايه؟ عالي، الكرسي عالي وشايف كويس قوي، والمرايات لذيذه قوي بحبها قوي، والفرامل برضو استجابتها سريعه جدا حلوه، والنقل طول ما انا سايق كده من غير ما اطلب منها اداء حلو. طبعا النهارده الجو حر شويه فاحنا مولعين التكييف على 20، مش التكييف انا اسف، الحراره بره يا جماعه، التكييف 19.5. طبعا بستكيفهم كويس برضه، هيبان في الصيف. فالانطباعات الاولانيه الرؤيه من ورا كويسه، مع ان الازاز مكسور على حتتين، او يعني هو جزء منه ازاز والجزء الثاني هو معمول بالمات الاسود عشان يبقى مكمل بعضه في المنظر الخلفي. والعربيه روشه اكيد ما فيش شك. هل اقدر اجربها تسارع وحاجات زي كده؟ لا، هتبقى المره الجايه ان شاء الله. ده بس كان ابيتايزر زي ما اتفقنا. خلاص عرفتوا كل حاجه بالاسعار بكله، استنوا العرض الكامل من المعرض قريب جدا، هصوره الاسبوع اللي جاي ده على طول، وبعد كده هيبقى فيه تجربه القياده على طول. يلا سلام. انا قلت لكم في الاول ارتفاع العربيه 16.7، لا طلع 16.5 بالظبط، عشان الدقه ال 2 مللي دول فيصليين جدا، مش هزار يعني. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.